وللمزيد حول حديث زعيم ميليشيا بدر عن الديمقراطية في العراق وتحصيل المناصب فيه، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. حياكم الله دكتور حامد وتقبل الله الطاعات. الله يسلمكم جميعا، إن شاء الله رمضان كريم على الجميع، تحية لكم وللمشاهدين الأعزاء. حياكم الله. بداية دكتور حامد، ما رأيك بهادي العامري المحاضر في العدالة والديمقراطية هذه المرة؟ مرة ثانية شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة. عزيزي، يعني هذه التصريحات تدل دلالة واضحة على جهل الرجل بتاريخ العراق أولا، وتاريخ نشوء الولايات المتحدة الأمريكية اللي قامت على جماجم السكان الأصليين من الهنود الحمر وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية نفسها، وطبعا الحروب وسرقة ثروات الشعوب، بدليل أنه وجود الأمريكان الآن في العراق هو فعلا بشكل واضح بعد مرور أكثر من 200 عام على تأسيس أمريكا، أن تغزو العراق وتسرق ثرواته وتقتل شعبه بالتزامن مع هناك أيضا تداخل مع إيران، في حين العراق عمر حضاراته وعمر الدولة العراقية أكثر من 7300 سنة. لذلك هذه المقارنة باطلة، ولكن ربما هو يقصد وضع العراق منذ أن نشأت الميليشيات، فهي تشابه لربما الولايات المتحدة في تاريخها الإجرامي الذي ذكرته. نعم، هذا في الحقيقة هو هذا التشابه اللي يعني يعكس حقيقة هو قناعته بأنه بالفعل الذي أتى بالميليشيات هي أمريكا وإيران، يعني اللي علم العراقيين الآن للأسف الشديد منذ السقوط ولغاية الآن بعد حروب وحصار وعقوبات أمريكية ظالمة على الشعب العراقي، اللي جلب هذا الإرهاب الدولي والميليشيات هي كل من إيران وأمريكا، وهذه واضحة. هو كان جزء منها الحقيقة، يعني وهذه نعرفها احنا حق المعرفة، أنه بالفعل المثال هذا ينطبق عليهم لا ينطبق على الشعب العراقي على الإطلاق. نعم. أيضا يعني يبدو العامري يعني واثقا عندما ذكر بأن يعني الميليشيات هي من جلبت الحلبوسي، ونفى بأن تكون هذه الميليشيات هي من أطاحت به. ما رأيك بهذه الجزئية أيضا؟ هو أشار إلى هذه النقطة بشكل واضح أيضا، وقال تدخل قاسم سليماني في تقديمه في مباركة وجودك رئيس مجلس النواب، وهذا أيضا مؤشر الحقيقة صريح وواضح على تدخل إيران بشكل سافر في الشأن العراقي، يعني ليس ادعاء بأن هناك ديمقراطية وهناك حرية اختيار يعني لمسؤول كرئيس مجلس نواب عراقي بطريقة شعبية، وإنما هناك تعيينات وتكليف بالمهمة بما ترضي إيران وأمريكا وتستمر المصالح والنفوذ على الأرض العراقية بعيدا عن مصالح ومستقبل الشعب العراقي. نعم. يعني الانتخابات بالنسبة لرجل بهذا الفكر، ما الذي تشكله؟ ما حيز يعني شغلها لفكره الانتخابات؟ لا، الانتخابات مسألة يعني مسرحية الحقيقة، كاذبة مسرحية، يعني مجة أصبحت الآن، والديمقراطية كلمة الحقيقة أيضا كذبة كبرى الآن بالعراق. لا توجد ديمقراطية في ظل احتلال غاشم غزو واحتلال وقواعد عسكرية أمريكية، وجود أيضا نفوذ لميليشياوي ولائي على الأرض العراقية هو الذي يتحكم بمصير البلد بالقرار السياسي، سلب السيادة الوطنية، سلب كل مقدرات الشعب العراقي. هذه لا يمكن تسميتها ديمقراطية على الإطلاق، وشفنا احنا بتجارب الشعوب الديمقراطية الحقة هي في ظل وئام اجتماعي، سلم اجتماعي، انسجام في الصف الوطني والنسيج الاجتماعي، هذا المجتمع يعيش حالة من الديمقراطية باختيار شعبي لمسؤولي وممثلي إذا كان في السلطات التشريعية أو التنفيذية والقضائية نفس الوقت. لذلك لا يمكن التعويل على كلام أنه هناك ديمقراطية. الديمقراطية هم اعترفوا بها بأنه هذه لعبة سمجة لا يمكن التعويل عليها، لا انتخابات ولا
ديمقراطية. نعم. إذن ما هو المؤشر الذي يعني يفهم من خلال تكرار هذه الأكذوبة، أكذوبة الديمقراطية؟ يعني ليست من الماضي، وإنما بكل انتخابات ولو كانت شكلية يكررون هذه الوعود، يكررون هذه البروباغندا لربما أنها الديمقراطية، الحرية، العدالة السياسية وغيرها من هذه الأكاذيب. ما المؤشر من نجاحهم في ترويج هذه الأكاذيب؟ هو الترويج مثل ما تفضلت حضرتك، يعني بروباغندا، ترويج للاستهلاك المحلي والدولي أحيانا أيضا لإيصال رسالة للأمريكان نحن نمارس الديمقراطية. وطبعا هذه قضية يعني مكشوفة مفضوحة، لأنه مثل ما نعرف أنه الآن الميليشيات هي اللي مهيمنة، فأين الديمقراطية؟ هذه النقطة. النقطة الثانية، هم هذه توطئة لاستمرار بقائهم الحقيقة من جهة، وإحساسهم بالفشل، لأنه بعد مرور احنا اقتربنا للذكرى للأسف الشديد للذكرى 21 للغزو والاحتلال الغاشم الأميركي الإيراني للعراق، هذا معناها أنه لم ينجزوا شيئا له صلة بمستقبل، بوضع العراق، بتحسين الوضع المعاشي والاستقرار الأمني والاجتماعي السياسي الاقتصادي للعراق. الحقيقة هذه مؤشرات على أنه الفشل يشعرون به. طبعا مثل ما العراقيون الآن أيضا لهم ردود أفعال تتنامى يوميا بردة فعل الحقيقة، أولا لمعارضة النظام للعزوف ومقاطعة أي انتخابات يعني إذا أجريت وإذا تجرى في المستقبل، إذا كان في هذا العام انتخابات مبكرة وإذا عام 2025، أيضا هناك استعداد للمقاطعة والرفض الشعبي الشامل لمسرحية انتخابات زائفة. نعم. إذن كنت ضيفنا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، شكرا جزيلا لك.